مساء الخير، أهلا وسهلا للجميع. ومولود اليوم ومولود 1 أكتوبر، شو بدنا نتعرف على مولود 1 أكتوبر؟ الميزان، لنزال بالعشرية الأولى للميزان، بكرة آخر يوم. دبلوماسي خصوصا في الخلافات، بياخد بيعطي وبيعطي رأيه وبيحاول يفض المشكل، يتقبل أخطائه ويعترف فيها، إذا عنده خطأ بيعترف فيه. هادئ متزن ورصين، يعشق الاهتمام من الآخرين وبيروح بيفتش على الاهتمام، يبحث عنه دائما والناس تحبه أيضا، محبوب على طول، في حواليه مجموعة من الناس، انتراج على طول، دائما عنده مواكبة. هذا المولود يحب النجاح بحياته وبأعماله، يحب الأعمال الحرة، وبينجح أكثر لما بيكون شغله هو لإله وعمل خاص لنفسه. ينجذب للناس والناس تنجذب له، عنده كبرياء عالي، إذا ضاع الطريق ما بيروح بيسأل عن الإرشادات أو بيقول لحدا أنه أنا ضاعت، بضل يبرم 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 لنلاقي طريقه. أخلاقه هادية متزن، ممكن يكون مدير، بيقدر يدير الناس، بيقدر يعطي آراء، دبلوماسي دائما بالحكي مع الناس، ما بيعصبهم ما بيزعلهم، ما بيحاول يخلق خلافات، بيحاول يحافظ على التوازن بالميزان. أيام هو الأحد والجمعة، يتفق مع الثور ويختلف مع السرطان في الحب. ألوانه البرتقالي والبنفسجي. مواليد 1 أكتوبر، كل عام وأنتم بألف خير إن شاء الله. خلينا نشوف بكرة أو رقم 1 شو تأثيره عليكم بكرة. عزيزي وعزيزتي الميزان، مواليد 1 أكتوبر غدا من الأيام الرائعة والهادئة، فيها كتير من الناس وفيها كتير من اللقاءات. أنتم بكرة مطلوبين محبوبين، البعض منكم عامل حفلة داخل البيت أو أهل البيت عاملين له حفلة، ستستقبلوا بعض الناس أو بعض الناس رح يجوا لعندكم. أحلامكم تتحقق بهالأيام هيدي، وتفكيركم راكز على المال والعلاقات وبعض الأشياء اللي حابين تشتروها. الحب عندكم رايق بهالفترة، كان في حزن ولكن الآن الفترة أفضل، وعم بتحاولوا توصلوا لكتير من تحقيق الأمور، كالجمال، الاهتمام بصحتكم هو الأول على الأجندة تبعكم. محبوبين مطلوبين بكرة، اطلب تعطى، ايدكم ذهب. بالتوفيق لمواليد 1 أكتوبر. خلينا نشوف شو مخبى لمواليد بكرة من أبراج بكرة لبرج الحمل. شو تأثير رقم 1 على الحمل غدا؟ عزيزي وعزيزتي الحمل، يوم من الإبداع، يوم من الفكر، يوم من الاهتمام بالأطفال والناس اللي حواليكم والاهتمام على صحتكم. انتبهوا من الأشخاص اللي حيعكروا مزاجكم بكرة، غالبا برج الثور أو برج القوس. هدول الأشخاص عنيدين شوي، وهو رجل على الأغلب عنيد، حنطي اللون، شعره غامق، وحيحكيكم بخصوص مصاري أو شيء ممكن يزعجكم أو ممكن يضايقكم أو ممكن يقطع معكم شيء أو علاقة أو اتفاقية مأثرة عليكم أنت ويا عزيزي وعزيزتي الحمل. غير هيك تطلعوا من الموضوع وانتم متفائلين واموركم طيبة ان شاء الله. بالتوفيق للحمل بكرة. الثور، عزيزي وعزيزتي الثور، شو مخبي لكم بكرة وما هو تأثير رقم 1 عليكم بكرة؟ الثور غدا عنده لقاء بده يحكي فيه من القلب الى القلب، في فتح قلوب، غسيل قلوب بكرة، اما مع الشريك أو مع الحبيب أو مع الإخوة أو مع أشخاص بتعرفون لكم زمان ما شفتون، أو جايز وصلكم خبر، هذا الخبر خليكم تمسكوا التليفون تحكوا أو تتصافوا أو تحاولوا تصفوا المواضيع. العلاقات العائلية بكرة بخصوص إرث أو بخصوص مال فيها حسم، ممكن يكون فيها بعض الخلافات. من ناحية الحب والأمور المالية عندكم الحب بكرة رائع، اتصال من الشريك او من الحبيب بيجي، بس يمكن ما يجي على يبقى فترة طويلة، يمكن يعطيكم شوي من وقته بعدين يغير رأيه. اما الاشخاص المرتبطين بالحوت، العقرب، السرطان،
فعم شوف عندكم بعض الانشقاق او الابتعاد او عدم التركيز على هالمرحلة. احلامكم عم تقلكم شيء، قلبكم عم يقلكم شيء. استمعوا الى النصيحة القادمة بالاحلام، حستكم السادسة عالية، اخبار جديدة تسمعوها غير متوقعة، شيء كان سر ومنكشف لكم. التوفيق للثور. جوزاء، عزيزي وعزيزتي الجوزاء، شو مخبي لكم بكرة وما هو تأثير رقم واحد عليكم؟ الجوزاء غدا كلام في الحب، كلام في الزواج، كلام بينكم بين نفسكم بتغيير شريك. اوكي، واضح انه عندكم شريك بدكم اياه وشريك عم تفكروا تنفصلوا عنه، ولكن هناك احد اقرب لكم، ممكن يكون ميزان، ممكن يكون دلو، وممكن يكون عذراء. هذا الشريك قاعد عم بيراقب حركاتكم، عم بيشوف شو عم تعملوا والى اي طريق متجهين، وانتو كمان عم تبادروا نفس المبادرة. هناك اعجاب، يا هالاعجاب تعرفوا مين، يا اما لسه ما عرفتوا. علاقتكم مع الثور والجدي بكرة مش كتير كويسة، اما علاقتكم مع القوس فرائعة جدا وبها ثمرة ايجابية جوزاء، وانتو مستعدين الى السفر. بليز انتبهوا على نومكم، ما عم تناموا منيح، ما تشغلوا فكركم كتير، القلق عندكم عالي جوزاء، رقم واحد صعب عليكم شوي. بالتوفيق. سرطان، عزيزي وعزيزتي السرطان، غدا من الايام الرائعة بالنسبة لك ماليا، معنويا، فكريا وعاطفيا. عم تحضر لشي جديد، رحلة جديدة، مغامرة جديدة، دخول بمجال جديد بعدك ما جربته، ومستعد ومستعدين كليا لهذا المجال. السرطان رجال ونساء بهالفترة مطلوبين، مرغوبين، محبوبين. بكرة من الايام الحلوة عليكم، رقم واحد حاملكم دولاب الحظ الى الاعلى، اوكي، وتغييرات ايجابية لكم بكرة، في طلب عليكم، ايدكم ذهب، انتو كمان اطلب تعطى، وهناك تحديدات لمستقبلكم ونجاح على صعيد العائلة، صعيد المدرسة، صعيد الفكر والتأليف والامور الفنية بالنسبة لكم بكرة. بعض منكم عنده مفاجآت غير متوقعة ورسائل مهمة جدا جاي له فيها تحديد مصير. بالتوفيق لبرج السرطان. العذراء، عزيزي وعزيزتي العذراء، شو تأثير رقم واحد عليكم بكرة؟ العذراء غدا مسائبكم رقم واحد رائع جدا، دولاب الحظ انتو كمان معكم، دولابكم عالي بكرة من ايجابيات الحظ، وفكركم عم يشتغل على صعيد البيت والراحة بالبيت، ومتحاولوا تلاقوا حلول. في فترة كنتوا معندين شوي، صحتكم كان فيها مشكلة، ولكن الان اموركم احسن، والبعض منكم عم مر فترة نقاهة، وهناك تحسن على الصعيد الصحي، الصعيد المالي، العاطفي والعائلي. والشغل اللي عم فتش على شغل بكرة نهار كتير جيد لتلاقوا عمل جديد. المدرسة جيدة، النجاح جيد بكرة، أموركم رائعة بكرة، وهناك أخبار جديدة عم تنتظركم، وممكن يكون في هدية أو قرض مالي. بالتوفيق للعذراء. الأسد، شو مخبي لكم بكرة وما هو تأثير رقم واحد عليكم بكرة؟ الأسد، الأسد أمورك طيبة بكرة، ولقاءاتك جيدة وواعدة، وكل شيء عندك إيجابي، والحب عندك عالي بكرة. هناك زواج واتفاق وكلام عن الزواج، خلينا نقول بعض منكم إما عم يروح على مكان ليقوم بأشياء بتتعلق بالزواج، أو عم بيجهز، أو عم بيعملوا أشياء لها علاقة بالخطوة التالية. فئة منكم عندها خطوبة وعندها نجاح، والجزء الأكبر عنده نجاح بشكل عام بكل الأمور. الدرس وكل أموركم جيدة بكرة، بكرة وضعكم كتير إيجابي، طاقتكم إيجابية، الناس حواليكم مهتمة فيكم بكرة، حابين يتواصلوا معكم، وهناك لقاءات للحب والرومانسية. الزواج رجع طلع عندي 3 مرات، فإذا تفائلوا بالخير تجدوه. يا أما بعض منكم حابب يتزوج، عم يصير عنده زواج، أو فئة منكم على خطوات الزواج. بالتوفيق للأسد إن شاء الله.
معلش أنا ذكرت الأسد بعد العذراء. عزيزي وعزيزتي الميزان، شو مخبيلكم بكرة؟ الميزان بكرة بدنا ناخد حذرنا، في طاقات سلبية حوالينا، بعض المشاكسات اللي عم يمروا فيها بعض الناس بدكم تنتبهوا لهالنقطة، جاي كله من برا. أما الاتصالات والهواتف والإيميلات فهي جيدة جدا، بس الشعور إنه أنتم غير مرتاحين مسيطر عليكم بكرة. لقاءات واعدة، توافق مع الجوزاء، العذراء، الجدي والثور، توافق مع الدلو، الحوت والعقرب. أموركم كلها إيجابية بكرة، هناك نوع من النقلة الغير عادية، واتصالاتكم هي حتحدد شو هدف بكرة ووين رايحين. بأمنكم أفضل أن تضل بالبيت بعد عن المشاكل، لأنه في شوية وجع راس خصوصا البعض منكم الأصغر عمرا، أما الأكبر فبالعمل هناك بعض المشاحنات، انتبهوا ميزان بكرة. الأطفال جيدين بكرة، طاقتهم جيدة لكم، إذا كان عندكم أطفال انتبهوا لهم فهم بأمس الحاجة لكم. بالتوفيق للميزان غدا. العقرب، عزيزي وعزيزتي العقرب، شو مخبالكم بكرة؟ العقرب غدا لقاءات حب ومشاركات واجتماعات وكلام وسلام وزوار البعض منكم، فئة منكم عند سفر. عقرب غدا الدلو، القوس، الحمل، الأسد، السرطان والحوت مقبلين عليكم بشكل كتير كبير، وهناك توافق. بعد منكم بدو ينقي أكثر من شريك أو أكثر من صديق، وهناك أمور للسفر رح تحكوا فيها عند البعض. كبريائكم عالي بكرة، ثقتكم نفسكم قوية، أحلامكم واضحة، انتبهوا لأحلامكم اليوم وخذوا النصيحة لما هالأشخاص بيعطوكم النصيحة، لأنه أنتوا بحاجة إلها. طاقات كلها إيجابية، كل هالناس حيجيبوا لكم طاقات إيجابية، فاستفيدوا منها بكرة. عزيزي وعزيزتي العقرب، ما تنسوا تحضروا البرج العام لشهر 10. القوس، عزيزي وعزيزتي القوس، شو مخبالكم بكرة؟ القوس مين مزعلكم؟ مين هالست اللي مزعلتكم؟ بيضة، عيونها كبار، فاتحة، زعلة خفيفة وبتمرق، بتشتغلوا عليها وبتحكوا مع بعض، ولكن الأهم إنه بكرة جايكم مصاري، دولاب الحظ معكم بكرة، توافق لإلكن على رقم واحد، وإبداع عندكم في المنزل وخارج المنزل. والأشخاص اللي عم فكروا يشتروا بيت أو ينتقلوا لبيت، بكرة من الأيام الجيدة، مساعدة من العائلة، اتفاق مع العائلة، اتفاق على شراكة، اتفاق على حصول الإرث، ما في مشاكل، المحكمة على ذوقكم، أي شيء بدكم تعملوه بكرة اطلب تعطى قوس. بالتوفيق لإلكم بكرة. خلينا نشوف تأثير رقم واحد على الجدي. رقم واحد هو للجدي. ما تنسوا تحضروا البرج العام لشهر 10. الجدي غدا من الأيام الجيدة، من الأيام المحددة، من الأيام اللي الجدي حامل فيها هدفه وعم بينفذه. النجاح عندكم بالعمل، بالمال، بالمدرسة، بالمشاركة على صعيد العام. هناك وقفة عز عندكم بكرة، هناك وقفات إيجابية، النساء ستساعد برج الجدي بكرة، السعادة رح تجي من النساء، وهناك مساعدة من النساء للجدي، وخصوصا من نساء القوس، العذراء، الجدي والثور. بالتوفيق للجدي. ناطركم أخبار حلوة، دولاب الحظ معكم، عم تفكروا البعض منكم بالسفر، عندكم سفر قريب، وفئة منكم عندها اتصال مع الحوت، العقرب والسرطان، وحيساعدوكم إلى أن تنتقلوا إلى نقلة موضوعية أنتم بحاجة لإلهم وهن بحاجة لإلكم. بالتوفيق للجدي بكرة. يا ترى شو مخبى عند الدلو بكرة؟ عزيزي وعزيزتي الدلو، إن شاء الله تكونوا استمعتوا للبرج العام اللي نزل، كان في أشياء كتير جيدة لإلكم. الدلو غدا يوم رائع، إيمانه عالي بكرة، بتحقيق أهدافه، آخذ خط منافسة جيد،
واضح بمعالم بكرة، هناك تلبية لرغباتكم بكرة، تحقيق لأمنياتكم، التوازن المالي موجود عندكم وعم تغنجوا حالكم بكرة، اتصال يأتيكم من الحبيب أو من الشريك مسعد وسعيد جدا، وتواصل مع الثور والجدي بكرة بنقلكم نقلة موضوعية وجيدة، إما إلى عمل أو إلى شراكة أو إلى زواج عند البعض منكم. لقاءكم مع الحمل لقاء واعد وفي إيجابية، وهناك زواج عند الدلو. ألف مبروك. وأخيرا نوصل للحوت. عزيزي وعزيزتي الحوت، إن شاء الله تكونوا تابعتوا البرج العام لشهر 10. أنا ميا جندي، اعملوا اشتراك، شير ولايك، سبسكرايب، على الجرس ليجيكم إشعار البث المباشر. حوت بكرة جايكم هدية، يا بكرة يا بالأيام الجاية، وعم تدوكروا البيت، إحساسكم عالي بالتنظيف، بالديكور، بالدهن، بتغيير البيت، بالانتقال، شعوركم عالي ب شو بدي أقول، بلمسات تغييرات داخل المنزل، داخل حياتكم، عم بتفتشوا على الرومانسية، على الحب، وهذا الشيء رح تحصلوا عليه بكرة. اتصال يأتي من الحمل بكرة، إما كلام أو بالهاتف أو شخصي، وأنتم مدلعين بكرة والناس مهتمة فيكم. عندكم نجاحات كتير كبيرة، لقاء مع الميزان، لقاء مع القوس، و لقاءاتكم مع الأطفال أو اللي عم يفكر يجيب أطفال أو عنده أطفال، غدا يوم جيد لانتباه إلى الأطفال. بعد منكم عنده سفر، بعد منكم رايح نزهة، استمتعوا بالنهار بكرة، نهار جيد ورائع لإلكم، إيجابياته عالية، وأنتم عم تدللوا جمالكم بكرة. ما في أي مشاكل أو أي تحذيرات، بتمنى لكم أطيب الأوقات. شكرا كتير لإلكم، صلوا على ألف خير مني إلكم، سلام، باي.